بلا شك البشر هم وقود التقدم إذا أحسن استغلالهم بشكل أمثل، وأعتقد هم قاطرة الازدهار لأي مجتمع في حال الاستغلال الأمثل لهؤلاء البشر. أعتقد من أهم التحديات اللي ممكن تواجه أي مجتمع هي الزيادة السكانية، لذا يجب إدراك هذه المسألة قبل أن تتفاقم. أعتقد من أبرز المجتمعات زيادة السكانية باستمرار هو المجتمع المصري. زي ما قلت هناك الكثير من التحديات، ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من الحلول في حال تطبيقها على الأرض الواقع ممكن نتغلب على كل مخاطر الزيادة السكانية. نحاول نفتح كل هذه المحاور مع ضيفتي المشرفاني في هذه الفقرة، هي الدكتورة فاطمة الزهراء محمود رئيسة الإدارة المركزية للبحوث والإحصاء بالمجلس القومي للسكان. أهلا بك يا دكتور، تحياتي يا فندم. أهلا بك يا سيدي. إيه أخبار بقى الزيادة السكانية ومؤشرات السكان بشكل عام في مصر دلوقتي؟ إحنا النهاردة بقينا 88 مليون نسمة. ما شاء الله. 88 مليون. 88 مليون نسمة. كانوا بيقولوا 92. لا احنا 88 مليون نسمة جوه مصر. جوه مصر. ال 12 مليون لو العمال اللي بره مصر الخارج دخلوا مصر بالظبط يبقى 92. في الحقيقة لكن اللي عايشين في مصر 88 مليون نسمة. بنزيد كل سنة بمعدل 2.5%. 2.5% معدل كبير جدا. طبعا. نعم. وبعدين المشكلة ان احنا اساسا لو فضلنا نزيد بمعدلات نمو مرتفعة هنوصل في سنة 2030 إلى 118 مليون نسمة. اللهم صل على النبي. ولو قدرنا نسيطر هنوصل إلى 110 مليون نسمة. حلو. يعني في كلتا الحالتين إحنا بنزيد. لأن إحنا عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في تاريخنا إنجابنا كان عالي. فطبعا المواليد والناس الاطفال اللي في سن الطفوله ال 40% من السكان دول لما بيكبروا في سن الشباب بينجبوا، وبالتالي بيفضل الانجاب مرتفع فتره من الزمن لو ما سيطرناش عليه بتفضل في زياده مستمره. قبل ما نتكلم عن وجه السيطره وازاي نتحكم في معدل الزياده السكانيه، خلينا نتكلم عن الفرق ما بين الزياده او مؤشر الزياده السكانيه في الريف ومؤشر الزياده السكانيه في الحضر. اوجه الاختلاف ما بين الاثنين ايه يا فندم؟ طبعا طبعا بديهي ان احنا لو بنتكلم بشكل عام الريف معدلات الانجاب فيها اعلى من الحضر. نعم. لو عايز تفاصيل وبيانات احنا عندنا اخر مسح اسمه المسح الديموغرافي الصحي. نعم. طلع في 2014 بيطلع لنا مؤشرات انجاب وتنظيم اسره وصحه انجابيه وهكذا. تمام. ودايما بيعمل مقارنه بين الريف والحضر والاقاليم المختلفه. لو بنتكلم على معدل انجاب الكلي النهارده في مصر على مستوى الجمهوريه 3.5 طفل لكل سيده. معدل الانجاب الكلي ده معناه متوسط عدد الاطفال 3.5% قصدي حضرتك؟ لا 3.5 طفل لكل سيده، يعني 35 طفل لكل 10 سيدات. ما شاء الله. ده اسمه متوسط عدد الاطفال اللي ممكن تنجبهم اي سيده اذا مرت خلال حياتها الانجابيه بمعدلات انجاب تفصيليه معينه. بتجيب طول حياتها دي بتنتهي ب 3.5، ده في المتوسط. ده معناه ان في اعلى وفي اقل. لو بصينا بقى للحضر هنلاقي ان الحضر معدل الانجاب الكلي فيه 2.9، بينما الريف وصل الى 3.8. 3.8 دي ده معناه ان في ناس بتجيب 5 و6 و7 لغايه 10 ما شاء الله، وفي ناس بتجيب اقل. فتكون ان هو مرتفع في الريف الى هذا الحد بتصل للضعف في الحضر احيانا. طبعا ده معناه ان في معدلات انجاب عاليه جدا في الريف. اسباب بقى وجود معدلات انجاب عاليه في الريف ده يرجع للثقافه لسه ما اتغيرتش، ولا ايه الاسباب اللي حضرتك ممكن تقولها لنا؟ بص حضرتك هو طبعا في تقاليد وفي افكار. نعم. محتاجه تتغير، اللي هو العزوه والخلفه كويسه والكلام ده كله، وان انا بفضل الذكور على الاناث، ولو فضلت اجيب بنت لا انا هفضل اخلف لغايه اجيب ولد. علشان الولد ده يجيب 8 بنات عشان يجيب ولد في الاخر. بالظبط. عشان الولد ده هيساعدني في الارض الزراعيه بتاعتي وهينتج معايا، وبالتالي هيبقى مصدر دخل. صح. ويساعدني على المعيشه والفقر اللي انا فيه. ولو ما جابش الولد يتجوز الثانيه بقى عشان يجيب منها الولد. ده حقيقي. كل دي بقى ان الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين على فكره. بس يعني ما علينا. فطبعا دي افكار. الحاجه الثانيه بقى المهمه جدا ان مؤشرات التنميه في الريف اقل من الحضر. حضرتك في علاقه عكسيه بين التنميه والانجاب. نعم. كلما ارتقى المستوى العلمي والثقافي والاقتصادي في أي مجتمع كلما انخفضت معدلات الإنجاب. نعم. لأن اعتمادهم على الأطفال بيكون أقل. نعم. الريف للأسف إحنا عندنا المؤشرات متدنية. عندنا نسبة الأمية عالية جدا، عندنا بطالة مرتفعة، عندنا دخل أسرة منخفض جدا. نعم. مفيش وعي،
ما فيش برامج تنمية بتحصل عندهم، وبالتالي مؤشرات التنمية عندهم بتنعكس على مؤشرات الإنجاب عندهم. طب دكتور فاطمة، معدل الإنجاب المناسب والملائم مع ظروف مجتمعنا كام؟ يعني 2 في كل أسرة، 3؟ 2 في كل أسرة. نعم. لأن 2 في كل أسرة ده على اللونج ران، على المدى الطويل، ده معناه أن كل أب وأم بيحل محلهم 2 طفلين. نعم. وبالتالي على المدى الطويل بعد ما الهرم السكاني كل الشرائح الصغيرة تنتقل لسن الشباب وسن الكبار، هيحصل فيه ستابيليتي، المجتمع هيبقى ستيبل، بمعنى ان اللي بيتوفى بيحل محله، اللي بيخرج من سن انجاب بيحل محله، مفيش زيادات اللي هي الخطيره الكبيره دي. بالظبط. فالمناسب في مجتمعنا ان احنا نسعى الى خفض معدل الانجاب من 3.5 الى 2 بحلول عام 2030 ان شاء الله. اعتقد ده بيتطلب مجهودات كثيره جدا. اعتقد على اولويات هذه المجهودات هو دور المجلس القومي للسكان. دوره ايه بقى في موضوع القضيه السكانيه؟ كويس قوي. المجلس القومي للسكان هو الجهة التي تدير البرنامج السكاني في مصر. تمام. هي الجهة التي تخطط، التي تنسق، والتي تتابع وتقيم بالأدوات العلمية المختلفة. نعم. المجلس القومي للسكان في الحقيقة الفترة اللي فاتت قام بإعداد استراتيجيات مختلفة لمعالجة مشكلة السكانية بأبروتش جديد. إيه الأبروتش ده؟ ان في علاقه قويه جدا بين التنميه وبين السكان. يعني ما ينفعش وانا بخطط على السكان، على اخطط للسكان انسى مؤشرات التنميه اللي بتاثر في السكان. وما ينفعش وانا بخطط للتنميه انسى المؤشرات السكانيه التي تؤثر في التنميه. فكان المدخل ان احنا في الحقيقه تقابلنا مع وزير التخطيط دكتور اشرف العربي، واقنعناه ان خطه تنميه الدوله لابد انها تتم ب انتجريشن او بدمج المتغيرات السكانيه المختلفه اللي هي بتاثر على التنميه، علشان وهو بيخطط للتنميه يبقى فيه مردود وعائد جيد. ما خططش للتنميه وانا مش عارف. اذا هناك علاقه مباشره ما بين التنميه والزياده السكانيه. اكيد. اوصف لنا هذه العلاقه، وازاي ممكن يحرص المجتمع المصري بشكل عام على ضبط موازينه في موضوع العلاقه المباشره بين التنميه والزياده السكانيه. كويس جدا. انا بقول اني انا لابد ان انا انظم اسرتي واستثمر في اولادي. جميل. يعني ايه استثمر في اولادي؟ يعني اسعى ان انا اعلمهم. بالظبط. اعالجهم كويس. او المثل البسيط عند الفلاح يقول لك اللي توزع على 3 يتوزع على 2. بالظبط كده. طبق ده بقى على المجتمع كله. احنا مواردنا الى حد كبير محدوده. نعم. عندنا مشاكل كتير قوي متشعبه بنحاول نحلها. اذا لو احنا قدرنا نحسن في خصائص السكان بالتعليم وتوفير فرص العمل وبناء القدرات وتحسين المهارات اللي تساعد في سوق العمل، في الحالة دي أنا هضمن إن أنا هستثمر جيد جدا في فئة الشباب اللي هتوصل لمرحلة أو فئة أو العمر بتاع سن العمل. فإذا لابد إن أنا أستثمر، وهذا الاستثمار هينعكس على معدلات الانجاب، ومعدلات الانجاب هتساعد في الاستثمار. اذا انا لما اخفض عدد الاطفال هيبقى عندي موارد فائضه اقدر استثمر، ولما استثمر مؤشرات التنميه هترتفع. فطبيعي، طبيعي جدا، والتجارب كلها بتقول ان معدلات التنميه المرتفعه بتساعد طبيعي في ان الفرد يسعى الى تخفيض الانجاب لانه هيحس بفرق. احنا عندنا كل كام دقيقه طفل؟ كل كام دقيقة طفل؟ حوالي احنا بنبقى يعني واقفين كده، واقفين قدام كده جهاز مركز التعبئة والاحصاء، بس في الاشارة بتاعته كل دقيقة معدل، يعني ممكن يكون بيعدي معدل كبير مش جدا، مش هقدر افتكر. طيب الرقم كويس. دلوقتي لو اتكلمنا عن المجلس القومي للسكان، الاجنده بقى اللي بيحضرها للفتره اللي جايه، كويس، ايه المحاور اللي بيتم يعني تظبيطها دلوقتي حتى نتلاشى او نضع الاولويات بتاعتنا حتى نقدر نتغلب على كل المخاطر ممكن تواجهنا عن هذه الزياده؟ جميل جدا جدا. دلوقتي المجلس القومي للسكان لما حط استراتيجيه القوميه للسكان 15-30، كان اهم محور هو احداث التوازن بين معدلات التنمية الاقتصادية وبين معدلات النمو السكاني. تمام. حضرتك لازم عشان أحس برفاهة وأحس إن أنا عايش في مستوى معيشي جيد
لابد ان معدلات التنميه الاقتصاديه تبقى 4 أضعاف معدلات النمو السكاني. فاحنا بنحاول ان احنا نعمل التوازن ده. 4 أضعاف. ليه اضعف 4 أضعاف يا فندم؟ علشان تقدر تحس ان في عائد من التنميه الاقتصاديه. طول ما انا عشان تنعكس على المواطن. طول ما انا متساوي كل اللي بيجي بيروح. زي حضرتك كده بيبقى عندك دخل، كل اللي بيجي لك بتستهلكه. ما بعرفش ده لا بتعرف تدخر ولا بتعرف تستثمر ولا بتعرف تحسن حتى في مستوى معيشتك. بالظبط. فاهم ازاي؟ فالفكره ان انا لازم اعمل التوازن ده. اعمل التوازن ده ازاي؟ باني اوعي الناس. برامج الاعلام لازم تساعدنا في انها تعمل يعني اعلام جيد يقنع الناس بالعائد اللي هيعود عليهم لو حسنوا من مستويات الانجاب بتاعتهم. نعم. اذا لابد ان انا كمان وزاره الصحه تسعى الى انتشار الخدمات وتحسين الخدمات وزياده وعي المجتمع ان هو يروح يستخدم، علشان احنا عندنا حوالي 12% حاجه غير ملبيه. يعني عندنا 12% من الستات اللي في سن الانجاب عايزين يستخدموا وما بيروحوش يستخدموا، خايفين من الاثار الجانبيه، خايفين من الكونسلنج، من الاستشارات الطبيه اللي مش بيلاقوها في العياده، خايفين ان هم ما يلاقوش الطبيبه اللي هم عايزينها، خايفين من الوسائل. لازم وزاره الصحه تبحث في الاسباب دي. لو قدرت وزاره الصحه تدخل ال 12% من الستات دول انهم يمارسوا، معدل انجاب معدل الممارسه تنظيم الاسره هتزيد من 58% الى حوالي 70%. تخيل ده هيأثر ازاي على معدل الانجاب. مفهوم تنظيم الاسره الامثل ايه يا فندم؟ لان في بعض للاسف الاسر ما بتعرفش اجاده هذا المفهوم بالشكل كويس. ممكن تشوف يعني تقول للناس اللي بتشوفنا دلوقتي يعني مفهوم تنظيم الاسره، يعني نعمل ايه عشان ننظم الاسره بتاعتنا؟ ازاي نعتمد على اهم الاشياء اللي ممكن من خلالها ننظم الاسره وما نزيدش عدد السكان؟ بص حضرتك، اي تنظيم في الدنيا معناه اني بفكر واعي. جميل. واشوف مواردي ودخلي واشوف انا اقدر اصرفه على كام وعلى قد ايه. يعني الافكار يا عم بيجي برزقه، هو ربنا بيكرم. طبعا ربنا طبعاً كريم وكل حاجه، والعبد في التفكير والرب في التدبير. ده جميل، بس لازم الانسان يعقلها، يعني يفكر ويتوكل، ما ينفعش يتواكل. بالظبط، في فرق كبير بين الاثنين. فانا المفروض ان انا عندي دخل قرشين وعايز اخلي ابني احسن ابن في الدنيا ويتعلم وياخد مناصب وياخد ويبقى انسان مثقف وصحته كويسه، يعيش حياه ادميه كده، يعيش حياه محترمه، محروم من ما شغلوش وهو لسه عنده 9 8 سنين واحرمه من التعليم ويطلع الكواليتي والجوده بتاعته مقارنه بالاخرين مش حلوه، ضعيف. فاذا كل اسره لازم تقارن، انا اقدر اصرف على كام عشان يبقى كويس. في الحاله دي هي محتاجه تنظم، اذا محتاجه تدور على اقرب مكان تاخد منه وسيله تنظيم اسره مناسبه ليها، والاطباء بيقدموا الخدمات دي بشكل جيد جدا وبيعملوا استشارات طبيه مع السيدات وبيدوا لهم الوسيله المناسبه ليها. تمام. عايزه اقول ان المحور الثاني المهم قوي اللي المجلس شغال عليه الفتره الجايه هو الاستثمار في الشباب. تمام. احنا عندنا نافذه ديموغرافيه، عندنا نتيجة الإنجاب العالي، وصلنا إلى إن عندنا دلوقتي حوالي 65% من السكان في سن العمل. نعم. معظمهم غير مؤهل وفي بطالة. لو أنا قدرت كدولة أستثمر هؤلاء الشباب وأشغلهم وأبني قدراتهم ومهاراتهم، زي ما فعلا في برنامج دلوقتي عمله سيادة الرئيس للتدريب وبناء قدرات الشباب عشان يؤهلوا لسوق العمل. ما هو دول هيتجوزوا برضه ويخلفوا يا دكتور، وماله. بس تفكيرهم هيختلف. مستويات، هيبقى تفكير افضل، تفكير افضل، عنايه باطفالهم افضل، هيستثمروا في اطفالهم اكتر، فبالتالي قبل ما هينجبوا هيفكروا انا هصرف عليه قد ايه. طيب، في سؤال يمكن سالونا احد متابعينا على صفحه البرنامج على الفيسبوك لما عرضنا ان احنا نتكلم النهارده عن موضوع الزياده السكانيه. واحد قال طب لما في معادلات بتقول زياده نسبه العنوسه في البلد رغم ذلك في نسبه زياده في السكان، يعني ازاي المعادله جايه؟ والله بص، انا لما كنت في مركز معلومات مجلس الوزراء عملنا دراسه على موضوع العنوسه ده. نعم. واتضح ان هو لا في زياده عنوسه ولا في اي حاجه خالص. بالعكس، احصائيات عشوائيه كده وخلاص. الناس بيتهيأ لها لان كل واحد في اسرته عنده البنت مثلا اتاخرت عن سن 20 سنه ما اتجوزتش، فبيعتبر انها خلاص فاتها القطر. لكن في حقيقه الامر هو في ارتفاع لسن الزواج بنتيجه تحسين مستوى تعليم البنت ونتيجه زياده فرص العمل المتوفره للبنت. نعم. فبقت البنت ما بقتش محتاجه قوي انها تتجوز
علشان جزء في رقي في الفكر، البنت مش بس لبيتها، لا ده كمان في شغل ممكن تثبت ذاتها فيه، تعرف من خلاله تساعد الراجل تكمل تعليمها ماجستير او دكتوراه. ده برضو ممكن مش عايزين نقول يسبب لها عائق انها تتاخر في الجواز، لا يعني بتخليها تخلي الجواز في اخر اولوياتها قبل انها تثبت ذاتها. بالظبط. كمان عندي بقى مشكله اخرى مواجهه للكلام ده، هو الزواج المبكر. نعم. عندي نسبة مش لا بأس بيها من الزواج المبكر نتيجة تسرب البنات من التعليم وهم صغيرين ونتيجة الفقر، فبيضطروا يتجوزوهم ويتخلصوا من مسؤوليته. تمام. المجلس برضو شغال على الجزئية دي وبيحاول ان هو يزود الوعي ويضبط موضوع القانون، ففي قضايا كتير جدا. نعم. التفاوت بين الريف والحضر بقى ده مهم قوي. برضو دي من المحاور الاستراتيجية اللي المجلس هيشتغل عليها علشان يقلل الفجوة ويحقق عدالة اجتماعية. نعم. الريف مؤشراته متدنيه بعكس الحضر، فاذا لابد من التركيز الفتره اللي جايه جدا على تحسين مستويات المعيشه في الريف. طيب دكتور فاطمه، اذا المجلس القومي للسكان هو الجهه المنوطه بها والمسؤوله عن قضيه السكان بشكل عام، ولكن لو اتكلمنا على الجهات اللي ممكن تدعم المجلس وتتكاتف معاه حتى يستطيعوا احكام عمليه الزياده السكانيه بشكل لا يهدد المجتمع المصري يعني بشكل حضرتك، المجلس ما هو الا جهه مخطط. نعم. مخططه، يعني انا بخطط لان انا عارفه المشكله السكانيه والعوامل اللي بتاثر عليها. طبعا. لكن اللي بينفذ جميع الجهات التنفيذيه والحكوميه وغير الحكوميه انها موجوده في المجتمع، هم دول الجهات المسؤوله. عشان كده لما باجي اخطط انا بخططش لوحدي وانا قاعده في المكتب، ده انا بجيب كل المسؤولين، وزاره التعليم، وزاره الشباب، وزاره الاعلام، الثقافه، الصحه، المرأة، يعني الطفولة والأمومة، كل دول بيقعدوا معايا في ورشة، وكل واحد بيقول أنا أقدر أساهم إزاي في حل المشكلة السكانية دي من منظورهم هم. تمام. وبالتالي هم بعد كده المسؤولين عن وضع الخطط التنفيذية ودمج هذه المتغيرات السكانية في خططهم. طبعا. عشان هم اللي ينفذوها، اذا المجلس مش بينفذ. نعم. في حقيقه الامر جميع كيانات الدوله هي اللي بتنفذ وهي اللي بتساعد في تحقيق اهداف السكانيه اللي بيحطها المجلس. طب من خلال تعاونكم مع هذه الجهات يا دكتور، هل انتوا شايفه الفكر اختلف شويه او ارتقى شويه عن زمان، خاصه ان القضايا السكانيه يمكن بقى يمكن من اول ما اتولدت انا بيقولوا رشدوا الاستهلاك، عفوا يعني نظموا الاسره، ما يبقاش في خلفه كتير في الاسره، من خلال بقى التقدم وزياده الوعي وزياده وسائل الاعلام وزي ما بقول القضيه اللي يعني قتلت بحثا دي، اختلف شويه الفكر، ارتقى الناس بقى عندها درايه يعني بالموضوع ده شويه اكتر. بص حضرتك في الحضر اللي حصل ان احنا حصل رده في التفكير ده من 2010 تقريبا. احنا كنا وصلنا في 2008 لثلاثة طفل كل سيده خلال مرحله الانجاب بتاعتها كلها في المتوسط. نعم. زاد ده لثلاثة ونص، ده معناه ان في رده حصل، معناه ان في ناس امتنعت عن انها تلبي رغبتها في استخدام الوسائل. الناس بدات تفكر ان لا نجيب اطفال، وده يعني جزء منه راجع للتيار الديني اللي كان مسك فتره بعد 2012، هو تحريمه بعض الحاجات، تحريمه اللي... وتوقيف الخدمة وانتشار الخدمة وتحويل العيادات لأنشطة أخرى. الأزهر أجازها، قال طالما تصب في مصلحة البلد يعني خلاص يعني. طبعا طبعا. نعم. طبعا، ودي منجزة من زمان، احنا مش بنقول الأزهر. نعم. النهاردة ده الأزهر من السبعينات ومن الثمانينات. نعم. فإذا هو حصل ردة، فإحنا محتاجين تفوكة سجين. نعم. إن احنا نركز مرة تانية على إن الناس دي لا، الدين مش ضد، العادات والتقاليد مش ضد، تحسين مستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للطفل هو ده الهدف بتاعنا، هو ده اللي احنا بنأمله عشان مجتمعنا يتقدم كلنا ونحس بالرفاهية اللي احنا نسعى لها. وإلا يعني طيب عشان نكون منصفين شوية ونحقق يعني وجود الطرف الغائب اللي هو الأسرة، دايما ممكن أعتقد بعض الأسر بتشوفنا دلوقتي يقول لك ما أنتوا بتلقوا اللوم علينا إحنا كأسر اللي بنخلف، طب ما نخلي الجهات الأخرى اللي ممثلة في الدولة توفر لنا الإمكانيات اللي إحنا ممكن من خلالها نعمل الكلام اللي أنتوا بتقولوا عليه ده، صح كده؟ ده حقيقي. بالظبط كده. ده حقيقي. نزن المعادلة دي ازاي؟ ايه الواجب على الاسرة وفي ذات الوقت الواجب على الدولة ان تقدمه لهذه الاسرة حتى تحقق مرادها وهو تنظيم الاسرة. جميل. وانخفاض معدل زيادة السكان. جميل جدا جدا. ربنا يخليك. الواجب على الدولة انها تكثف جهودها من خلال وسائل الاعلام اولا. نعم. لان المعرفة هي بداية الحل. وسائل الاعلام لابد انها تقدم وتركز الفترة اللي جاية دي على
أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، أهمية مفهوم الأسرة الصغيرة، إيه معناه؟ إيه الفوائد اللي هتعود على الأسرة لو تبنت هذا المفهوم؟ وزارة الجهات الإعلامية لابد إنها تشتغل في الحتة دي. وزارة الصحة بقى دورها إيه؟ الخدمة. مش مطلوب منها أكتر من كده. وزارة الصحة لازم توفر خدمة، الإعلام لازم يدل الناس على مكان الخدمة. ويدل الناس على حقوقهم في انهم ياخدوا الخدمه بشكل جيد، يعرفوهم ايه هي معايير تقديم الخدمه ويعرفهم. اما وزاره الصحه دورها انها تقدم الخدمه بكواليتي جيده وتستقبل المريض بشكل جيد، لان ده مش مريض اساسا. انا رايح استخدم وسيله تنظيم الاسره، ده مش مريض، ده رايح. ما تروحش مثلا الست مع جوزها عشان يعرفوا الاساليب اللي ممكن من خلال نظام الاسره، واول ما تروح كده المستشفى تقول لجوزها يلا بينا نرجع تاني. بالظبط. ده دور وزاره الصحه. تمام. الان جي اوز بقى والجمعيات الاهليه، الجمعيات الاهليه على فكره لازم تاخد دعم جيد جدا من الحكومه. تمام. لان الجمعيات الاهليه قريبه قوي من المجتمع وبتعرف احتياجاتهم وداخله فيهم. فلما انا اعرف حضرتك محتاج ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي بتاثر عليك بتخليك ما تروحش تستخدم، وايه مشاكلك، ها، هقدر اساعدك. انا محتاج بقى نكثف الوعي ده للمجتمع الريفي، للست الريفيه، الست الريفيه اللي احنا بنكون لها كل التقدير والاحترام على الدور الجميل اللي بتقوم بيه في بيتها ومساندتها لجوزها وفي المجتمع الريفي بشكل عام. ولكن برضو اعتقد دورها عشان يكمل بشكل كبير جدا ما بقاش لا غبار عليه، لما يكون عندها وعي بقيمة تنظيم الأسرة، عندها وعي إن الزيادة السكانية دي ممكن تهدد مستقبل أولادها بعد كده، والضمان ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ونعم بالله. تقول إيه بقى للست الريفية، الأسر الريفية بشكل عام؟ حضرتك قلتي دلوقتي معدل إنجاب في الريف أضعاف معدل إنجاب في الحضر، ممكن ننصحهم نقدم لهم المعلومة ونأكد لهم بقى على أثار هذه المعلومة حتى يتيقنوا ويدركوا قيمة هذه المشكلة. ده دور بقى الإعلام. نعم. ده دور الاعلام، لازم الاعلام يستخدم لغه بسيطه. انا اي ضيف حد يجي يقول لك ده دور الاعلام. ده حقيقي. ده طبعا الإعلام ده دور ولكن مهم جدا لما جدا في هو الجمعيات الاهليه. جميل. هو الجمعيات الاهليه. نعم. الحكومه مش ما هو الاعلام حكومه. بس احنا كمان عايزين ندخل القطاع الخاص معانا. حضرتك تقصدي ان يكون في برامج متخصصه في الشان ده، يكون في تكثيف اعلامي بشكل امثل يعرض القضيه بكل حذافيرها زي ما بيقولوا كده. بشكل تقليدي بقى. بالظبط. لان آن الاوان ان الناس تفهم ان التنميه اهم. نعم. وان طول ما انا بستنفذ مواردي في الاستهلاك فقط، نعم، ده هيبقى على حساب الانتاج. ولما الانتاج يقل معناه تنميه اقتصاديه متدنيه، معناه اني هفضل اعيش فقير طول عمري وبعاني. نعم. المفهوم ده الاعلام لازم يترجمه بلغه بسيطه يفهمها الفرد اللي عايش في الريف ويقتنع بيها. بالزبط. مين يقدر يعمل ده بكفاءه غير الاعلام؟ بالظبط. اذا الاعلام ليه دور مهم جدا. اعتقد احنا عندنا مسلسل اسمه سر الارض بيتذاع على قناه مصر الزراعيه، اشار في بعض الحلقات عن اثار الزياده السكانيه والاضرار بتاعت، ليه ما يكونش عندنا مسلسلات مكثفه بقى من هذه القضايا تطرح الموضوع والحلول بتاعته، وكمان الاثار بقى اللي تترتب عليها في حال انجابك الكثير للاطفال وفي حال انجابك المتوسط اللي هو يعني يتماشى مع امكانيات الاسره. وتعرض مثال ومثال متناقض. نعم. مثال لطفل اتحرم من التعليم وبدا يشتغل بلية او يشتغل في الارض الزراعيه، ويبص يا حرام بعين الحزن على طفل اخر نظيف وجميل ورايح يتعلم، وبعد شويه ده بقى حاجه والتاني بدا يشتغل عنده. الاعلام هو الوحيد اللي يقدر يوصل المعلومات دي بشكل بسيط، يعرض وجهه النظر دي في حاله انجاب مرتفع وفي حاله انجاب منخفض. نعم. وشوفوا الفرق. والفلاح على فكره والناس اللي فيه هيفهموا. بس انا شايفه ان بصراحه الاعلام عليه عبء، وسبب يعني الرده اللي حصلت ان الاعلام خلع ايده تماما الفتره اللي فاتت من التغير. كان مهتم شويه يعني بالقضايا السياسيه وبالاحداث اللي بتدور بيها البلد، واعتقد ده يعني أصدر. شيء شويه طبيعي، لان كان شغل الشاغل لاي حد من افراد المجتمع هو الوضع السياسي والاجواء. كان اوفر شويه. كان اوفر شويه. لازم احنا نركز على الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي بشكل متوازن. ما ينفعش ان انا فجاه احول كل جهدي، ما وجهش الرساله بتاعتي لقضايا معينه. لا. الاعلام هو طرح القضايا المجتمع بشكل عام وايجابياتها وحلولها. طبعا طبعا. تمام. كلامك صح. تعال نوسع بقى النظرة شوية ونشوف الدول المتقدمة اللي عندهم بقى الفكر الراقي في موضوع تنظيم الأسرة، طفل أو طفلين، مفيش ثلاثة، يوم بقى لما أنا زي ما بقولوا كده خلاص يعني بتبوظ معايا بيبقى عندي ثلاث أطفال.
ازاي احنا نقتدي بمثل هذه الدول في النظريه الجميله اللي بيطبقوها دي؟ طفل او طفلين ممكن تتمتع بحياه سليمه، بحياه جميله، نستفاد من هذه التجارب ونطبقها في مصر سواء حكومه او شعب. هو لازم طبعا. نعم. لازم احنا يعني قبل ما نطبق اي استراتيجية أو نعد أي استراتيجية أو أي سياسة لازم بنطلع على تجارب الدول، بس في الحقيقة بنطلع على تجارب الدول اللي هي شبيهة شوية ببلدنا. يعني علشان برضو ما نقولش الله انتوا بتبصوا لأمريكا وبتبصوا لإيطاليا وبتبصوا يعني إنجلترا في إيه، يعني ده احنا هنبص للصين دلوقتي بنتكلم، نبص للصين، نبص لإيران، نبص الفلبين، نبص لكل الدول اللي هي قدرت فعلا تنهض بمجتمعاتها. تمام. وهي قريبة مننا. الصين بقى رغم الزيادة السكانية قدرت تنهض بالمجتمع ازاي؟ خلينا نستفاد من استثمرت في الشباب. حلوة. استثمرت في الشباب وحطت قوانين وتشريعات رادعة. اللي عايش في الريف ما يجيبش اكتر من اتنين، اكتر من اتنين محروم من اي حاجة. واللي في الحضر دي القوانين اللي ماشية في الصين. طبعا. واللي في الحضر ما يجيبش اكتر من واحد. ليه ما نطبقهاش عندنا في مصر؟ او ايه الصعوبات اللي حضرتك شايفاها من وجهة نظرك؟ هقول لحضرتك، هو احيانا بيبقى في حاجة اسمها حقوق الانسان بتعوق تطبيق بعض الحوافز الإيجابية أو السلبية. يقول لك ده حقوق إنسان، أنا وعيك وفهمك أضرار ومخاطر هذا الاتجاه وحسنات هذا الاتجاه، وإنت تختار إن ده حقك إنك إنت تحدد عدد أطفالك وإنك تستخدم السلبية. الصين بقى ما عملتش ليه النقطة دي؟ لا، الصين ما أكبرت. الصين استخدمت سياسة الإجبار. الصين على فكرة في سياساتها كلها فيها إجبار وفيها شدة جدا، عشان هي حط هدف ان انا في يوم من الايام ابقى اقوى دوله في العالم، اقوى دوله اقتصاديا. بص بقى، اكبار مش اكبار، السياسه الصح احنا بنتكلم، هم دي وجهه نظرهم. نعم. ايران استخدمت سياسه مختلفه. نعم. استخدمت اسلوب الفتاوي في الاول. وبعدين نمت في الناس. نمتهم جامد جدا. نمت فكرهم ونمت مستوياتهم المعيشيه. نعم. النهارده ايران، اي مواطن ايراني يتكلم مع اي مواطن بسيط يقول لك انا اجيب ليه طفل التاني؟ نعم. بيجيب واحد، بيكتفوا بواحد، يقول لك انا اجيب ليه الطفل التاني وما اقدرش اصرف عليه واعذبه. يعني مره اتحكيت لي ان في سواق تاكسي بسيط جدا بيتكلموا معاه، راكب بيتكلم معاه في الموضوع ده، كان راكب مصري، قال له انا عندي بنت، مش ولد كمان، بنت، وراضي ومبسوط جدا وبس عنها تبقى احسن انسانه في الدنيا، انا ليه اجيب التاني واعذبه واخليه؟ انا مش هقدر اصرف عليه. فشوف درجه الوعي وصلت ازاي عندهم. نعم. اخيرا بقى، النصيحه اللي تقدميها للاسر المسرفين شويه في موضوع الاطفال ده؟ قال لهم والنبي خلوا بالكم وحبوا ولادكم قوي، لان انت لما هتستثمر فيه وهتلاقيه جميل قدامك وهتلاقيه صحته حلوه وهتلاقيه متعلم وبيتكلم بشكل جيد وله وضعه في المجتمع، انت هتبقى سعيد بيه وفخور بيه جدا. فحبوا ولادكم قوي واستثمروا فيهم كل قرش يجيلكم، لان الاستثمار في الطفل هيعود عليكم انتوا بعدين بدخل كويس. في فرق لما اهتم بواحد غير لما اهتم باثنين غير اهتم بثلاثه. طبعا. هضرب مثل بسيط في نهايه الحلقه دي، لما يكون معايا ضيف تاني مع الدكتور ما كناش هنقدر نتكلم في كل المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها مع الدكتور فاطمه، ولكن لو كان معايا ضيف تاني عشان نتكلم في المحاور كنت احتاج وقت اضافي للحلقه عشان نلم كل هذه الموضوعات. اعتقد ده ابسط مثال ممكن نشبه بيه القضيه السكانيه او الزياده السكانيه بشكل عام. عارفين ومتاكدين ان الرازق هو الخالق عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بعقل كمان نفكر فيه وندبر بعد كده امور حياتنا عشان نعيش كلنا في حياة أدمية سليمة. ما نخليش يبقى فيه ولو جزء صغير عذاب لأطفالنا لا قدر الله. صح. في حال عدم المقدرة على يعني تلبية كل احتياجاتهم. الزيادة السكانية قضية مهمة جدا يجب الجميع أن يدركها، ولكن إدراكها يبدأ من الإيجابيات بتاعتها، وهي الحلول التي تبدأ من الأسرة من جواها، من العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم حضراتكم بيه. خلصت حلقتنا النهارده، لكن بشكرك جدا الدكتوره فاطمه الزهراء محمود جيل، رئيس الاداره المركزيه للبحوث والاحصاء بالمجلس القومي للسكان. شكرا ليك يا دكتور، شرفتيني يا فندم. نتمنى يا رب من خلال المحاور ومن خلال الفقرات اللي قدمناها لكم النهارده من برنامجكم اللون الاخضر تنال اعجاب حضراتكم. خلصت هذه الحلقه اعاده النهارده الساعه 12 بالليل، غدا اللقاء تجدد من برنامجكم اللون الاخضر. تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.